هنا نريد نصيحة لأبنائنا وإخواننا حول ما يعيشه الشباب في مقتبل عمرهم بالتمسك بالسنة والغربة. لنا كلمة مسجلة لكننا نعيد باختصار: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا ثم انتشر، هكذا التقدير، ثم يعود غريبا وينتشر، فبالتالي فطوبى للغرباء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالقابض على الجمر. انظر هذا التشبيه، القابض على الجمر إخواني في الله يده تحترق لكنها سوف تنطفئ، هذه الجمرة إذا تمسك بها بقوة، بينما إذا تمسك بهذه الجمرة برخاوة فستستمر بحرق يده ولن تتوقف. إذا ما الحل في زمن الغربة؟ التمسك بأوامر الله، الاستقامة على شرع الله، الإقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي الفرج من الله جل في علاه، فيصبح أمر الله أهنأ إلى قلبك من تركه، وتصبح السنة هي الأساس في حياتك. بعض الناس عندما يطلق لحيته يجد صعوبة، بتحكني، الناس بتعلق علي، المرأة بتحكي علي، الموظفين، الجيران، هذا أولها، أثبت على أمر الله وسوف ترى تلقائيا أن هذا الأمر إلى زوال، بل سوف ترى لاحقا أنك إذا حلقت لحيتك سوف ترى من ينكر عليك: ما لك يا شيخ؟ وين لحيتك؟ والله كانت مزينة وجهك يا رجل، اتق الله. إذا شو الحل؟ الثبات على أمر الله. وإن أنسى فلن أنسى، كان عمري بجوز 18 19، طبعا الناس يعرفونني بالثوب بالدشداشة، فكان هناك شيء فلبست البنطال، فعندما رآني أحدهم قال: شيخ سفيان. تفضل. قال: والله أنا مش مستسيغك إنك لابس بنطلون. قديش عمري؟ 18، يعني ولد، لكنه إيش؟ قال: مش مستسيغك أشوفك لابس إيش؟ بنطال. إذن المقصد تصبح الأصل عندك هي السنة، والله عز وجل يدافع عنك ويزرع في قلوب الناس محبة أن يروك على السنة، فكيف تتجرأ وتحلق لحيتك؟ كيف تتجرأ وتلبس البنطال وتخالف السنة؟ لما تسبل؟ لما تفرح أنك مش لابس على راسك؟ طب ما هي السنة، ليش مش لابس على راسك؟ فهمني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا إخوان، وهكذا في عشرات المسائل. وبعض الناس بقول لك: يا شيخ إيش ما بدك، احكي لي السنن بس بشرط ما تحكي ليش عن شغلي. هذا هو كثير من الناس بسبب الغربة، فتجده يقبل أحكام مين؟ أحكام أهل الدنيا. والله يا جماعة أعرف أصحاب شهادات دنيوية حصلوها في التسعينات، قبل حوالي 25 سنة، ومع ذلك عملوا أعمال دنيوية حتى يحافظوا على طلب العلم، وأغناهم الله وأعطاهم أكثر من أصحاب الشهادات. إذن التوفيق من الله، لكن اسأل نفسك: أين الثقة بالله؟ هل حالك من الفرش إلى الورشة؟ هل حالك أنك تتمتع أن تكون رأسا ولا تكون طالب علم؟ كما قال بعض السلف: لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. من يجالس أهل الحق حتى لو كان ذنبا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود بالذنب أي أنه في آخر القافلة، مش ذنب يعني منافق. نعم.